السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس الميديكال مايكروبيولوجي. وهنتكلم النهاردة عن واحدة من اهم انواع البكتيريا اللي ليها اهمية طبية كبيرة جدا، وهي بكتيريا الهيموفيلس. تعتبر بكتيريا الهيموفيلس من انواع البكتيريا اللي بتكون جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، واللي بتختلف شكلها باختلاف نوع العينة واختلاف عمرها. فهي بتتميز بظاهرة مميزة جدا جدا ليها، وهي ظاهرة البوليمورفيزم، اللي بتخليها احيانا بتظهر على شكل شورت رود، خلايا عصوية صغيرة جدا كوكو باسيلاي، وممكن احيانا تانية تظهر بشكل لونج باسيلاي او خلايا عصوية كبيرة في الحجم ممتدة على هيئة فيلمنت. فظاهرة البوليمورفيزم دي مميزة جدا لمجموعة الهيموفيلس. كما تعتبر بكتيريا الهيموفيلس بكتيريا غير متحركة، ومعظم انواعها الممرضة بتكون كابسوليتد، اللي بتكون لها وظيفة مناعية بتحمي نفسها من كرات الدم البيضاء والجهاز المناعي من الابتلاع الفاجوسيتوزيس. وكمان الكبسول ده بيكون ليه وظيفة انتيجينيك، ان هو بيقدر يقسم بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا الى 6 انواع مختلفة بياخدوا من الرمز A ل F. واثبتت الدراسات ان اكتر الانواع خطورة هو تايب B، لذلك هتلاقي ان معظم اللقاحات تتجه الى مضادات الهيموفيلس انفلونزا تايب B. والجدير بالذكر ان بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا بتكون حساسة جدا للظروف البيئية المختلفة، ونركز جدا جدا في النقطة دي. اول حاجة لانها بتتكسر بالحرارة، ما بتستحملش درجة الحرارة العالية نسبيا، لدرجة ان عند 55 درجة مئوية ممكن تموت لو تعرضت لنص ساعة. وكمان ما بتقدرش تستحمل درجات الحرارة المنخفضة، يعني معظم انواع البكتيريا بنحفظها في التلاجة علشان ما تموتش. لا بقى، انت عندك في الهيموفيلس انفلونزا انت لو حطيتها في التلاجة وجيت زرعتها بعد كده مش هيحصل اي نمو، بسبب انها بتكون حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة جدا. لذلك هتلاقي ان بعض المراجع بتذكر ان الهيموفيلس انفلونزا انتراسيلر بارازايت. ولنفس السبب بنقول للزملاء دايما اوعى تحط عينات السي اس اف في التلاجة او عينات السبيوتم في التلاجة لفترة طويلة، لان متوقع الهيموفيلس انفلونزا تكون في العينتين دول. وبسبب ان بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا هتموت في درجات الحرارة المنخفضة، فبالتالي لو البكتيريا دي موجودة في العينات استحالة تظهر. وكمان من الحاجات اللي بتخلي البكتيريا الهيموفيلس انفلونزا حساسه للبيئه الخارجيه انها ما بتقدرش تستحمل الجفاف وندره الميه، وسهل جدا ان يتم القضاء عليها بالمطهرات. وكمان بتموت في البرولونجد انكيوبيشن، يعني انت لو حضنتها في الحضانه لمده طويله ممكن تموت نفسها بنفسها بسبب الاوتولايسز اللي بتعمله. استكمال الخصائص اللي بتتميز بيها بكتيريا الهيموفيلس، تعالوا كده نفصص الكلمه دي ونعرف معناها ايه. نقدر نقسم الهيموفيلس الى قسمين، هيمو فيليك، ومعناها هي البكتيريا المحبة للدم. وعلشان نسهل الموضوع اكتر، فتعالوا ندي البكتيريا ديت اسم خاص ومميز ليها. هنقول على بكتيريا الهيموفيلس هي بكتيريا الفامباير، البكتيريا مصاصة الدماء، البكتيريا المحبة للدم. وبما ان البكتيريا دي بتحب الدم، يبقى اكيد لازم يتوفر دم في الميديا علشان تقدر تنمو، او بمعنى اخر ان البكتيريا دي لا تستطيع النمو في غياب الدم. فنقدر وانت مغمض عينك تقول عن البكتيريا دي فاستيدياس بكتيريا. والفاستيدياس بكتيريا زي ما اتفقنا انها بتكون بكتيريا بتحتاج لعناصر اضافية زي الدم بجانب العناصر الغذائية الاساسية البسيطة علشان تقدر تنمو، او بمعنى اصح هي البكتيريا اللي لازم يكون فيها دم علشان تقدر تنمو. وبناء على الكلام ده، بكتيريا الهيموفيلس لن تستطيع النمو على الماكونكيا جار بالرغم انها جرام نيجاتيف بكتيريا. طب خد المفاجأة دي، وكمان لن تستطيع النمو على البلاد اجار. طب ازاي وانت قلت دلوقتي يا دكتور ان البكتيريا دي فامباير وبتنمو افضل في وجود الدم؟ ازاي دلوقتي بتقولي لن تستطيع النمو في وجود الدم في البلاد اجار؟ بسبب انها بتحتاج لعنصرين مهمين جدا، هم الاكس فاكتور والفي فاكتور. الاكس فاكتور اللي هو الهيماتين ده موجود بنسبة كبيرة جدا في الدم ومفيش منه اي مشكلة. اما الفي فاكتور اللي هو النات فاكتور، ده بيكون متواجد في البلاد اجار ولكن سرعان ما بيتكسر، بسبب ان الدم بيحتوي على انزيمات الناديز انزيم اللي بتكسر الناد ومش بتخليه متاح في الوسط الزراعي. فبالتالي انواع الهيموفيلس اللي بتحتاج الفي فاكتور ده لن تستطيع النمو على البلاد اجار. فعلشان كده لازم احافظ على الفي فاكتور اللي بيتم تكسيره عن طريق الانزيمات اللي موجودة في الدم، عن طريق ان انا احول البلاد اجار للشوكليت اجار اللي بتتسمى هيتد بلاد اجار. بجيب البلاد اجار
ده وبحطه في حمام مائي عند 80 درجة مئوية لمدة 10 دقايق. ده بيكسر لي الناديز انزيم اللي بيكسر الفي فاكتور، وكمان بيحافظ على وجود الاكس فاكتور اللي موجود في الدم. ودول العنصرين اللي بيحتاجهم الهيموفلس انفلونزا والبكتيريا اللي بتحتاج الاكس والفي فاكتور الاتنين مع بعض. نعيد السؤال تاني علشان المعلومة تثبت. هل كل بكتيريا الهيموفلس بتحتاج الاكس والفي فاكتور، ولا ممكن تحتاج عنصر واحد بس علشان تقدر تنمو؟ يوجد انواع من الهيموفلس بتحتاج الاكس فاكتور فقط زي الهيموفلس ديكيوراي، وهناك انواع تانية بتحتاج الفي فاكتور فقط زي الهيموفلس بارا انفلونزا. ولكن يوجد انواع من الهيموفلس لازم يتواجد العنصرين الاثنين مع بعض علشان تقدر تنمو، لازم يتواجد الاكس والفي فاكتور علشان تنمو، زي الهيموفلس انفلونزا، الهيموفلس ايجيبتيكاس، الهيموفلس سويس، الهيموفلس هيموليتيكاس. البكتيريا دي بتنمو في وجود الاكس والفي فاكتور الاثنين مع بعض. صديقي، زي ما اتفقنا وقلنا ان انواع الهيموفلس اللي بتحتاج اكس فاكتور فقط هتنمو عادي في وجود البلاد اجار، لان الهيماتين ده موجود عادي في الدم، فالهيموفلس ديكيوراي هينمو على البلاد اجار عادي جدا. المشكله عندي بتكون في انواع الهيموفلس اللي بتحتاج الفي فاكتور، اللي لازم الدم ساعتها يتكسر ويتحول لشوكليت اجار علشان اوقف الناديز انزيم اللي بيكسر الفي فاكتور. بالمناسبة يا صديقي، في اختبار بيعرف لي اذا كان نوع الهيموفلس ده بيحتاج الاكس فاكتور ولا الفي فاكتور ولا الاثنين مع بعض. بجيب اقراص بتكون مشبعة بالعنصرين دول، قرص مشبع بالهيماتين اللي هو الاكس فاكتور، وقرص مشبع بالفي فاكتور اللي هو الناد، وبجيب قرص مشبع بالاثنين مع بعض بالتساوي الاكس والفي فاكتور، وابدا احطهم على النيوترنت اجار عادي اكنك بتحط ديسكات الانتيبيوتيك. وفي الطبيعي اصلا انها مش هتنمو على النيوترنت اجار لانها فاستيديس بكتيريا، علشان هي عايزه اكس او في فاكتور او الاثنين مع بعض اللي هي بتلاقيها في البلاد او الشوكليت اجار. لو ما حصلش نمو حوالين ديسك الاكس فاكتور ولا حوالين ديسك الفي فاكتور، وحصل نمو فقط حوالين ديسك الكومباينيشن بين الاكس والفي فاكتور الاثنين مع بعض، ساعتها بقول ان نوع الهيموفلس ده بيحتاج الاكس والفي فاكتور الاثنين مع بعض. اما بقى لو النمو حصل حوالين ديسك الفي فاكتور بس وما حصلش حوالين الاكس فاكتور، ساعتها هتظهر في الكومباينيشن بين الاكس والفي فاكتور لانها فيها برضو في فاكتور، وهنا بقول نوع الهيموفلس ده بيحتاج الفي فاكتور بس. وكمان في ظاهره مميزه جدا للهيموفلس وهي الساتلايتيزم. الظاهره دي يا سيدي ان انا باكد تعريف الهيموفلس انفلونزا او البكتيريا اللي بتحتاج الفي فاكتور عن طريق ان انا بزرعها على البلاد اجار، فالطبيعي ان ما يحصلش اي نمو لانها بتحتاج الفي فاكتور اللي دايما بيتكسر بسبب وجود الناديز انزيم اللي موجود في البلاد اجار. ولكن بعد ما بزرعها بجيب نوع من البكتيريا اللي بيكسر الدم تكسير كامل، بيعمل بيتا هيموليسيس زي الاستاف اورياس، وابدا ازرعه بخط طولي بحيث انه يمر على الاستريكين بتاع الهيموفلس انفلونزا، حضن الطبق ده ونشوفه تاني يوم. تاني يوم هنلاقي ان النمو بتاع الاستاف اورياس عامل حواليه كومبليت زون او بيتا هيموليسيس حوالين البلاد اجار، وان النمو بتاع الهيموفلس انفلونزا ما حصلش خالص على الطبق الا في منطقة الزون بتاعة الاستاف اورياس، نتيجة ان المنطقة دي حصل فيها تكسير للدم تكسير كامل، وخرج فيها الاكس والفي فاكتور بكمية كبيرة اللي هتحتاجه الهيموفلس انفلونزا علشان تقدر تنمو. اثناء شغلك على بكتيريا الهيموفلس انفلونزا لازم تاخد في بالك بعض المعلومات الهامه جدا. البكتيريا دي فاكلتيتيف انيروب اللي تقدر تعيش في وجود او غياب الاكسجين، ولكن بتنمو بصوره افضل في وجود الاكسجين، وكمان حساسه جدا للظروف البيئيه المختلفه، زي ما اتفقنا انها ما بتقدرش تستحمل درجه الحراره العاليه نسبيا ولا درجه الحراره المنخفضه. علشان كده ضروري جدا ان اشتغل العينه المتوقع ظهور الهيموفلس انفلونزا فيها بصوره سريعه جدا، وان ازرعها على طول وما ينفعش اسيبها لتاني يوم في الثلاجه لان بكده هتموت. كما تعتبر بكتيريا الهيموفلس انفلونزا كابنوفيليك بكتيريا اللي بتفضل النمو في وجود 5-10% من ثاني اكسيد الكربون. تولد الهيموفلس انفلونزا غالبا في الجهاز التنفسي العلوي بصورة طبيعية ولا تسبب اي امراض، ومعظم اصابتها بتكون سكندري انفكشن اثناء العدوى بالانفلونزا او الامراض الفيروسية التنفسية زي الكورونا، وبتبدأ بدل ما في عدوى فيروسية بس لا بتخش كسكندري انفكشن وتعمل عدوى بكتيرية. والكلام ده بينطبق على اغلب البكتيريا الانتهازية المتواجدة في الجهاز التنفسي العلوي والحلق زي الستريبتوكوكس نيمونيا والكليبسيلا نيمونيا والموركزيلا، بالاضافة الى الهيموفلس انفلونزا. وغالبا النوع ده بتسبب التهابات في الجيوب الانفية والجهاز التنفسي عموما، وبعض الأحيان بتسبب إصابات مباشرة بالذات مع الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة أو اللي عندهم التهابات مزمنة في الحلق أو مدمن الكحول بكثرة، مسببة التهابات في الحلق والأذن الوسطى والالتهاب الرئوي، وأحيان أخرى بتخش المجرى الدم وتسبب إندوكاردايتس ومينينجايتس.
ولكن تفضل أكبر مشكلة بتواجهنا في عدوى الهيموفلس إنفلونزا بتكون الأطفال أقل من 5 سنوات اللي ما خدوش تطعيم الهب هيموفلس إنفلونزا تايب بي، وتسبب ليهم بكتيريال مينينجايتس. يعني بشكل عام تعتبر الهيموفلس إنفلونزا من البكتيريا الضعيفة الحساسة جدا للبيئة الخارجية، وإصابتها بتكون انتهازية وغالبا مش بتبقى خطيرة إلا لو الشخص ده مناعته ضعيفة وعملت له مضاعفات مرضية، وبيتم العلاج منها عن طريق مضادات حيوية من الجيل الثالث من السيفالوسبورين في حالات الانفيسيف هيموفلس انفلونزا زي البكتيريميا والمينينجايتس والاندوكارديتس. ولكن ضروري جدا اجراء حساسية المضادات الحيوية كاجراء روتيني وتأكيدي ان ما ينفعش ياخد مضاد حيوي قبل ما اعمل للبكتيريا دي حساسية المضادات الحيوية، وكمان لان الهيموفلس انفلونزا اثبتت مقاومة ضد البيتا لاكتام دراج. اما في حالات الجيوب الانفيه او التهابات الجهاز التنفسي العلوي فيفضل اخذ جرعات من السلفا دراج او الامبيسيلين مع الكلافيونيليك اسيد، وفي حالات الريزيستنت كيسز يفضل استخدام الكلاريثروميسين، وكل ده طبعا بعد اجراء حساسيه المضادات الحيويه. وزي ما اتفقنا وقلنا ان حاليا بيتم تطعيم الهيموفلس انفلونزا عن طريق الهيموفلس انفلونزا تايب بي فاكسين اللي بيقلل من الاصابه من الهيموفلس انفلونزا، وكمان بيتاخد الريفامبيسين كإجراء وقائي للأشخاص اللي على صلة مباشرة مع المرضى المصابين بالهيموفلس انفلونزا. بكده أكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.